بصبر نخنقبل شيء وكفر صبر لسيادة النائب اللي مشرفنا حرس سلاح للغباش بيبتر احنا بنصبح عليه غباش كابتن رضا الفقي اشيك بطلة في الفرح والله اشيك بطلة في الفرح الكابتن رضا الفقي الشباب اللي في الطرقة عشان اللي مفيش شغل بتسبح عليك حمص على قديم في ناس مساكين بقالها سنين لهم اموات ولا عايشين بروح وعلام وحلال وحرام ودموع وبقايا بني ادمين وناس عيانة من غير عاية ناس عيانة من غير عاية وناس مدفونة كده بالحياة وبين برا وبين جوا يا ابو مكسور دخلت اسأل واتقص كأن بصور يا اهل البيت مدد يا رب سألت انا فين يا ابو عبد السلام قالوا لي يا سايكو انت هنا في مستشفى المجانين يا ساتر يا ساتر لو انت فاكر نفسك علم مفيش علم انا ما رفعتوش انت زيك زي العجل مفيش عجل انا مركب دوش لو انت فاكر نفسك علم انت
عايز الاسعاف يجي يشدني. مفيش عالم انا ما رفضه، انت زيك زي العجل، مفيش عجل انا ما ركبتوش، مش مهم مش مهم قلت ايه، ومش مهم مش مهم كفايه الناس نوعين، ناس بجد وناس بغش، انت مين اصل شايفك لا احد، ومش مهم لا احد يشوفني ايه، وبقول لك ايه لف وشك خد اجري المولد المعدى المولد الحضرة على طول. We're gonna make it.
تغير. كتير جدا اقسم بالله.